رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعطى. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تكلم عن صورتين من صور السقط قبل ذلك. الأول تكلم عن المعلق، ثم تكلم عن المرسل، ثم يتكلم هنا عن القسم الثالث وهو المعطل وما يتبعه. يقول إن كان باثنين، أي إذا كان السقط في السند اثنان فأكثر، فصاعدا يعني فأكثر مع التوالي، يعني بشرط أن يكون الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة يكونوا متواليين. واضح هذه المسألة؟ أن يكون السقط متوالي، يعني ما ينفعش واحد في أول الإسناد وواحد مثلا في الوسط، لا، لابد أن يكون السقط اثنين متواليين أو اثنين فأكثر، ولكن بشرط التوالي حتى نسميه معضلا. فهو قال مع التوالي حتى يخرج المنقطع، وسيأتي تعريفه إن شاء الله. مثال مثلا للمعضل، المعضل مثاله ما رواه مثلا الشافعي عن مالك عن أبي هريرة. إذا وجدنا حديثا بهذه الرواية أو بهذا الإسناد الشافعي عن مالك عن أبي هريرة، فهنا سقط اثنان متواليين، من هما؟ الزناد، أبو الزناد والأعرج. فمالك لم يسمع من أبي هريرة مباشرة، بل سمع من طريق أبي الزناد، سمع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فلما تجد الإمام مالك يقول عن أبي هريرة مباشرة، يبقى هنا سقط اثنان متواليان. وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. طب إذا كان الساقط بثلاثة، هيبقى في ثلاثة مواضع. طب الساقط أربعة، هيبقى في أربعة مواضع، وهكذا. فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. كان ممكن الحافظ ابن حجر يقول أيضا فإن كان الساقط بواحد في موضعين فهو المنقطع، عبارة برضو تمشي وأوضح. إن كان الساقط بواحد في موضعين فهو المنقطع. مثاله، نضرب مثال للمنقطع، مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة. يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة مباشرة، بل سمع أو روى عنها بواسطة، فالساقط هنا واحد. وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. يبقى كان يغني عن كل ده من الحفظ، يقول لي فإن كان الساقط بواحد في موضع أو أكثر، يبقى هذا هو المنقطع. طيب، هل هناك مضان للحديث المنقطع والمعضل؟ يعني بعض المصنفات الحديثية نجد فيها المنقطع والمعضل بكثرة؟ نعم،
زي ايه؟ مثل كتاب السنن لسعيد بن منصور، هذا نجد فيه المنقطع والمعضل بكثرة، وكذلك مؤلفات الحافظ ابن أبي الدنيا برضو من مظان المنقطع والمعضل، وكذلك في موطا الإمام مالك نجد ما يزيد عن 60 حديثا منقطع ما بين المنقطع والمعضل. لكن بالنسبة لموطا الإمام مالك، الحافظ ابن عبد البر جمع كل الأحاديث المنقطعة والمعضلة في موطا الإمام مالك ووصلها من طريق آخر، أو وجدها موصولة عند غيره، مما يشعر أن لهذه الأحاديث أصلا. وهذه الروايات التي أوردها الحافظ ابن عبد البر تقوي هذه الأحاديث المنقطعة والمعضلة في موطأ الإمام مالك. فجمع كل ما قال فيه الإمام مالك بلغني أو قال الثقة وكذا وهكذا، فعد 61 حديثا وجدها كلها مسندة من غير طريق مالك، إلا 4 أحاديث فقط. ابن عبد البر قال الـ4 أحاديث هؤلاء لم أجد لهم طريقا عند غير مالك. هذه 4 قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، يعني أنا لا أنسى بذاتي، ولكن الله عز وجل ينسيني حتى أسن للناس، لأن الناس ليسوا كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوارد أن واحد مثلا حديث السهو في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعله يسهو في الصلاة حتى يبين للناس إذا سهوا في الصلاة ماذا يفعلون. نعم. فهذه من الأحاديث التي لم يجدها الحافظ ابن عبد البر. الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته، يعني الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، أي رأى أن أعمار أمته قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. الحديث الثالث قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس. الحديث الرابع الذي لم يجده الحافظ ابن عبد البر: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين ضيقة أو غديقة، يعني إذا كانت هناك سحابة في السماء ثم تشاءمت، أي اتجهت ناحية الشام، فتلك عين غديقة أو غديقة، يعني ستكون هذه السحابة فيها مطر كثير. فهذه 4 أحاديث لم يجدها الحافظ ابن عبد البر عند غير الإمام مالك، ولكن وجدها ووصلها
شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى، فوصل هذه الأحاديث الأربعة في كتاب الله. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، واضحا يعني يعلمه كل أحد الذي له نظر في الأسانيد يستطيع بسهولة أن يدرك أن هذا الإسناد فيه سقطا أو فيه سقط. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته، يعني يشترك معظم الناس في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. نعرف السقط ازاي؟ كيف نعرفه؟ ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. واحد يروي عن شيخ وهو لم يعاصره اصلا، وربما كان مولد هذا الشيخ التلميذ مولده بعد وفاة شيخه، فكيف يروي عنه؟ فهو لم يعاصره، فيكون مولد الراوي مثلا متأخر عن وفاة من روى عنه، أو ربما يكون قد عاصره فعلا لكنه لم يلتقي به. كيف أن يكون التلميذ في المشرق والشيخ في المغرب ولم يثبت عن أحدهما أنه رحل إلى مكان آخر، فكيف يكون قد التقى به؟ أو يكون خفيا، يعني إما السقط قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، فلا يدركه، أي يدرك هذا السقط إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، لا يدركه إلا الأئمة الكبار أمثال الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام علي بن المديني والترمذي وأحمد ويحيى بن معين ومن بعدهم كالدرقطني وغيره. فالترمذي مثلا له كتاب في العلم آخر سنن الترمذي هتجد جزء صن أو تكلم فيه الإمام الترمذي عن العلم. والإمام علي بن المديني أيضا له كتاب صغير في العلم، وكذلك من بعدهم الدارقطني أيضا له كتاب كبير في العلم اسمه علل، مشهور بعلل الدارقطني. فهؤلاء الأئمة الحفاظ المطلعون يستطيعوا بسهولة أن يدركوا السقط ولو كان خفيا. فالأول وهو الواضح، السقط الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، الراوي لم يلق شيخه، إذن بينهما واسطة، هذه الواسطة لم يذكرها التلميذ الراوي، بل أسقط هذا الشيخ الذي روى عنه وقفز إلى شيخ شيخه. فعندما تجد السند هكذا
تتوهم أنت أن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ وهو في الحقيقة لم يسمع منه، بل سمع منه بواسطة، أي عن طريق شيخ آخر، بكونه لم يدرك عصره زي ما قلنا، أو أدركه لكن لم يجتمع، الاثنين موجودين في عصر واحد لكن لم يثبت أنهما تلاقيا، كما قلنا واحد في المشرق واحد في المغرب. طبعا في زمان لم يكن هناك طائرات ولا مواصلات ولا شيء من هذا، وليست له منه إجازة ولا وجالة. يعني هذا الشيخ الذي يروي عنه ولم يلقه، ربما يقول أحد أنه روى عنه إجازة. إجازة يعني إيه؟ إن الشيخ يقول لأحد تلاميذه وإن كان لم يسمع منه: أذنت لك وأجزت لك جميع مروياتي أو كتابي أو جميع كتبي. فإذا في هذه الحالة يستطيع الراوي أن يروي عن شيخه هذا وإن كان لم يسمع منه هذه الأحاديث أو لم يسمع منه هذا الكتاب، يستطيع أن يروي عنه إجازة. وليست له منه إجازة، يعني هو لم يدركه ولم يلتقي به، وليست له منه إجازة ولا وجادة، كأن وجد مثلا عدة أحاديث بخط شيخ معروف عرف أن هذا خطه، فكأنه سمع منه هذه الأحاديث. أنا مثلا وجدت كتاب لأحد المشايخ فيه أحاديث هو كتبها بخطه، فأقول عندما أروي هذه الأحاديث: وجدت بخط فلان كذا وكذا وكذا، حديث الفلاني والحديث الفلاني. هذه تسمى إيه؟ وجادة، مأخوذة من إيه؟ وجدت، وجدت بخط فلان. مرة أخرى، الإجازة هي أن يأتي الشيخ إلى أحد الناس ويقول له: أجزت لك أن تروي عني كتابي أو كتبي أو جميع مروياتي، أنا سمعت عدة أحاديث من شيخي، فأقول لك: قد أجزتك في أن تروي هذه الأحاديث عني. واضح؟ هذه الأحاديث أنت لم تقرأها علي وأنا لم أقرأها وأنت لم تسمعها مني، ولكنها قد تكون مكتوبة في كتاب أو نحو ذلك. هذه تسمى الإجازة. الوجادة أن أجد عدة أحاديث موجودة مثلا في كتاب بخط الشيخ، فأقول: أنا وجدت بخط فلان الحافظ مثلا البخاري أو نحو ذلك، وجدت بخط فلان الحديث الفلاني والحديث كذا وحديث كذا، فكأني رويتها عنه. واضح؟ فهذا كله لم يحدث، لم يحدث أن التقى الشيخ الراوي بشيخه ولم يعاصره، وليست له منه إجازة، لم يحصل منه على إجازة ولا وجادة، فكيف يروي عنه؟ إذن لابد أن هناك سقطا بين هذا الراوي وشيخه. لما؟
ولم يلتقي به ولم يعاصره ولم وليست له منه إجازة ولا وجادة، فكيف يروي عنه؟ إذن لابد أن يكون هناك سقط. واضح؟ ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. لذلك صنف العلماء في التواريخ، يقولون فلان ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا، حتى نعلم إذا أتى لنا إسناد من الأسانيد نستطيع أن ندرك هل هذا الراوي فعلا، أو ممكن أن نتصور عقلا أنه التقى بهذا الشيخ أم لا، أم أنه مثلا حدث عنه بعد وفاته. زي إيه؟ المصنفات التي صنفها الأئمة في هذا، كالتاريخ الكبير للبخاري والأوسط والصغير. فالإمام البخاري في التاريخ يذكر مواليد سنة ميلاد الرجل وسنة وفاته، وكذلك التاريخ لابن أبي خيثمة، تاريخ ليحيى بن معين. وهناك كتب ومصنفات في الوفيات فقط، زي وفيات الأعيان لابن خلكان، يذكر فيها الراوي وتاريخ وفاته. فمعرفة التاريخ مهمة حتى نستطيع أن ندرك هل هذا الراوي التقى بشيخه أم لا. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواه. يعني هناك أقوام ادعوا أنهم رووا عن مشايخ، فلما نظرنا في تواريخ مواليدهم ووفياتهم علمنا أن هؤلاء قوم كذابون. وفي قصة طريفة للحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، يقول قدم علينا أبو جعفر الكشي، واحد من الأئمة قدم على الحاكم وحدث عن عبد الله بن حميد. هذا أبو جعفر هذا يقول حدثنا عبد الله بن حميد، ثم يذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحاكم فسألته عن مولده. الحاكم سأل أبو جعفر عن مولد عبد الله بن حميد، المفروض أن ده شيخه هو بيروي عنه، فسألته عن مولده، يعني قلت له متى ولد، فذكر أنه سنة 260. 260. فقلت لأصحابنا، الحاكم بقى يقول لأصحابه، هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاثة عشر سنة. سمع لما يكون مولده 260، يبقى ايه؟ عبد الله بن حميد توفي سنة 247، يبقى هو كده سمع من عبد الله بن حميد بعد ما مات ب13 سنة. فهنا جت ايه فائدة معرفة التاريخ، تاريخ الميلاد وتاريخ الايه الوفاة. والقسم الثاني وهو الخفي،
يعني السبت مثلما قلنا إما أن يكون واضحا معلوما يعلمه الكثير، وإما أن يكون خفيا. وقلنا الخفي ده لا يعلمه إلا الأئمة الحفاظ. والقسم الثاني وهو الخفي، أي السبت الخفي، اسمه بقى هذا القسم؟ المدلس، بفتح اللام. سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه. يسم هنا السين حاطط تحتها نقطتين، صح؟ طيب دي سين مش ياء. لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. يعني الراوي يروي حديثا عن شيخ وهو لم يسمع منه ويوهمك أنه سمع منه. واشتقاقه من الدلس بالتحريك، يعني أصل كلمة التدليس أو المدلس أصلها الدلس المصدر، وهو اختلاط الظلام. سمي بذلك اللي هو المدلس لاشتراكهما في الخفاء، اختلاط الظلام، اشترك مع المدلس في الخفاء، إنك لا تعلم هل هذا الراوي روى عن شيخه أم لا. ومنه يعني بيبقى نشتق منه مثلا التدليس، نقول التدليس في البيع مثلا، تدليس في البيع، فالبائع يدلس على المشتري ويخفي عنه عيبا في السلعة التي يبيعها. فأيضا في البيع يسمى تدليسا، أي ستر عنه المبيع العيب في المبيع. طيب المرسل هو هيأتي بعد ذلك ويشرح المرسل. طيب نكمل. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن، يقول عن فلان، لا يقول حدثنا أو أخبرنا، لا يقول عن هذه تحتمل أنه سمع منه أو لم يسمع منه، ولكن توهم أكثر أنه سمع من هذا الشيخ عن فلان. وكذا قال، طب كذا قال هل أنت سمعته منه أم لم تسمعه؟ لا يبين. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. يعني متى وقع هذا التدليس بصيغة صريحة، يعني يوهمك فيها أنه سمع من هذا الشيخ، كان كذبا. طب ليه الحافظ قال لا تجوز فيها؟ فالصيغة ممكن يكون فيها تجوز وممكن ألا يكون فيها تجوز. مثال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان من كبار التابعين، يقول حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، حدثنا ابن عباس على منبر البصرة،
ماذا تفهم من هذا؟ أن ابن أن الحسن البصري كان موجودا في البصرة ورأى عبد الله بن عباس على المنبر وسمع كلامه. حدثنا ابن عباس على منبر البصرة. ممكن تفهم منها شيء تاني؟ لا. طيب، الحسن البصري لم يكن موجودا في البصرة حينما حدث بها ابن عباس، بل انتقل إلى البصرة بعد ذلك بكثير. طيب، ولماذا يقول حدثنا عبد الله بن عباس على منبر البصرة، على المنبر في البصرة أو على منبر البصرة، لما يقول هذا؟ يقول هذا ومراده أن عبد الله بن عباس حدث أهل البصرة الذين أنا منهم، أنا من أهل البصرة، فعبد الله بن عباس حدثنا نحن أهل البصرة على المنبر، مع أنه لم يسمع منه ولم يره، وهذا مقصود الحسن البصري. ده مثل إيه بالظبط؟ الرجل الذي يقتله الدجال. الدجال يأتي إلى واحد من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد أن يقتله، فهذا الرجل لا يخشى من الدجال ويقول له: أشهد أنك الرجل الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الدجال. الدجال هذا يأتي في آخر الزمان، فيقول للدجال: أشهد أنك الرجل الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يقصد هذا الرجل؟ يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أو أخبر أمته عن الدجال وأنا من أمته، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا، فهذا لا تجوز فيه. هذا هو مقصود الحافظ بكلمة إيه؟ لا تجوز فيها. يعني هنا الحسن البصري لم يقصد أن يكذب أو يدلس في هذا أو في هذه القصة التي ذكرتها، لم يقصد التدليس ولم يقصد الكذب، فهذه صيغة لا تجوز فيها. أما إذا كانت الصيغة فيها تجوز وفيها كذب صريح، هذا هو محل السؤال ومحل المسألة التي معنا. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وكان تدليسا. طيب، التدليس ده أنواع. في تدليس يسمى تدليس الإسناد، وهناك تدليس أو نوع آخر من التدليس يسمى تدليس الشيوخ. الشيخ نور الدين عدر في تحقيقه للكتاب ذكر هذين القسمين، فيقول: تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقياه أو عاصره ما لم يسمع منه، موهما أنه سمعه منه، ولا يقول في ذلك حدثنا ولا أخبرنا وما أشبههما، بل يقول: قال فلان. أنا لم أقول لك فلان قال كذا، هل لابد أن أكون سمعته منه؟ لا،
ربما أنت تفهم هذا لكن أنا لا أقصد أني سمعته منه أو عن فلان ونحو ذلك. ثم قد يكون بينهما واحد أو أكثر، يقول فلان عن فلان، أنت تفهم أنه روى عنه، ولكن في الحقيقة هو بينه وبين شيخه واحد أو اثنان أو أكثر. هذا يسمى تدليس الإسناد. وذكر له مثال، مثاله الحديث الذي رواه أبو عوانة الوضاح عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. قال أبو عوانة: قلت للأعمش. أبو عوانة بيقول للأعمش إيه؟ سمعت هذا من إبراهيم، يعني سمعت هذا الحديث من إبراهيم التيمي؟ قال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. طب هنا لو أبو عوانة لم يسأل الأعمش، لو لم يسأله ولم يقل له هل سمعت هذا من إبراهيم، كنا هنفهم إيه؟ إن الأعمش روى عن إبراهيم وسمعه منه، صح؟ طيب، لكن لما سأله قال: لا، حدثني به الحكيم بن جبير عنه. فقد دلس الأعمش الحديث عن إبراهيم. فلما استفسر، أي طلبوا منه أن يبين لهم، بين الواسطة بينه وبينه. طيب، القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسمي الشيخ أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، بما لا يعرف به كي لا يعرف. شيخه، الراوي يروي عن شيخه، وهذا الشيخ ربما كان متهما أو كذابا أو ضعيفا ونحو ذلك، وهو لا يريد أن يبين أنه يروي عن هذا الشيخ الضعيف. ليش؟ الناس هتقول له إيه؟ هذا الذي تروي عنه غير ثقة، إذن فالحديث مردود، لا نأخذ منك هذا الحديث. فيأتي يسمي الشيخ هذا بكنيته مثلا، يقول: حدثنا أبو عبد الله، ولا يذكر اسم الشيخ، لأنه لو ذكر اسمه الناس هتعرض عنه. فيقول: حدثني مثلا أبو عبد الله، فتفهم أنه شخص آخر ثقة غير هذا الرجل الضعيف، واضح؟ أو ينسبه، يقول: حدثنا مثلا المدني، أو مين المدني هذا؟ أو حدثنا المكي، وربما كان له شيخان مكيان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، وهو هنا روى عن الضعيف، فيقول: حدثنا المكي. فبعض العلماء أو بعض الناس يفهم أنه هذا الثقة، أنه روى عن المكي الثقة، ولكنه في الحقيقة يروي عن الضعيف. أو يصفه بما لا يعرف، يصفه بأي صفة لا أحد يعرفها، فلا يتطرق إلى ذهنك أنه يروي عن هذا الشيخ الضعيف. والتدليس بكل أحواله مكروه مذموم، ذمه العلماء والمحدثون، لكنهم لم يجرحوا المدلس لأنه إيهام وليس كذبا،
يعني هو مش كاذب صريح، هو ليس كاذبا صريحا. ولما يقول حدثني أبو عبد الله، طب ما فعلا هذا الشيخ ضعيف كنيته أبو عبد الله، هو الرب لم يكذب، ولكنه أوهمك أنه يروي عن أبي عبد الله الثقة، أو يروي عن المكي الثقة مثلا، ولكنه في الحقيقة لم يكذب. لذلك لم يعد العلماء التدليس من أمور الجرح. والمثال اللي احنا كنا ذكرناه قديما في أحد اللقاءات السابقة، أن شعبة يروي عن ابن عباس بواسطة، يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم اسمهم ايه؟ حد فاكر؟ قلت أنا هذا المثال قبل ذلك. شعبة بيروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم اسمهم أبو حمزة. سبعة. فلما شعبة يأتي ويقول حدثني أبو حمزة عن ابن عباس، من هو في السبعة؟ وربما كان أحد السبعة ضعيفا مثلا. إذن لابد أن يبين اسم الراوي. والعلماء بيعرفوا هذا من إيه؟ من أين؟ ربما مثلا شعبة يروي هذا الحديث في مكان آخر، أو يروي عنه أحد الحفاظ في مكان آخر في رواية أخرى، وفيها يبين اسم الراوي أبو حمزة من، فهنا نعرف أنه يقصد أبو حمزة كذا فلان. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. إذا كان الحافظ أو الإمام معروف بالتدليس، يبقى إيه؟ إذا كان عدلا لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث، يعني يقول إيه؟ حدثنا. ماشي؟ يعني مثلا سفيان الثوري، سفيان الثوري ثقة وعدل وإمام كبير، لما يأتي وهو كان معروفا بالتدليس، لما يقول مثلا حدثنا، أو يقول عن أبي إسحاق، لا نقبل هذا من سفيان إلا إذا قال حدثنا أبو إسحاق. ليه؟ هو سفيان الثوري لا يروي عن أبي إسحاق إلا بواسطة، واسطة من؟ شريك، يروي عن شريك عن أبي إسحاق. فلما يأتي سفيان الثوري ويقول عن أبي إسحاق، سفيان الثوري عدل وإمام، لا نقبل هذا منه. إمتى نقبله؟ لما يقول حدثنا أبو إسحاق. وكذا المرسل الخفي، وكذا أي ومثل المدلس، ومثل المدلس في خفاء السقط المرسل الخفي، فهو شبيه بالإيه؟ بالمدلس. المرسل الخفي شبيه بالمدلس. إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. يعني يأتي الراوي ويحدث عن رجل، وهذا الرجل قد ثبت أنه عاصره، اثنين موجودين في عصر واحد، فممكن أن يلتقي. ولكنهما في الحقيقة لم يلتقي،
هو أصر الرعاة لكنه لم يلتق به أو لم يثبت أنه التقى به، بل بينه وبينه أي وبين شيخه هذا الذي روى عنه واسطة. طيب احنا قلنا المنقطع ده اللي بيبقى سقط من إسنادي لواحد أو أكثر ولكن ليس على ليس على التوالي. طيب المرسل الخفي برضو سقط منه واحد، الشيخ بيروي عن شيخه وهو لم يلتقي به فبينهما واسطة، هذا الراوي أسقط هذه الواسطة. فقال لك هنا أن بين المرسل الخفي والمنقطع عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، فكل مرسل خفي منقطع وليس كل منقطع مرسل خفي. فاكرين احنا كنا بنرسم العموم المطلق العموم الخصوص المطلق ازاي؟ حد فاكر؟ دايرتين ارسمها لكم ولا نسيتوها ولا ايه؟ ها؟ ها؟ الدائرة الصغرى المرسل الخفي والدائرة الكبرى المنقطع، فكل مرسل خفي منقطع ولكن لا نستطيع أن نسمي المنقطع مرسل خفي، هذا العموم والخصوص المطلق. وهو السقط هذا سقط منه واحد وهذا سقط منه واحد، واضح؟ والحافظ هنا هيبين بقى ايه الفرق بين المرسل الخفي والمنقطع. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره لما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. يبقى التدليس أن احنا قلنا سفيان الثوري مثلا عن مين؟ عن أبي إسحاق، واضح؟ قلنا سفيان الثوري بيروي عن شريك عن أبي إسحاق. طيب هل عرف لسفيان أنه التقى بأبي إسحاق؟ نعم. فالتدليس أن يكون الراوي ده التقى بشيخه، ثبت أنه التقى به ولكنه في هذا الحديث لم يسمعه منه، هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، لكنه في العموم التقى به، كما قلنا سفيان الثوري التقى بمن؟ بأبي إسحاق.
فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. يعني الاثنين موجودين في عصر واحد ولكن لم نعرف أنهما قد التقيا ولم يثبت أنهما التقيا. فإذا إيه هذا يسمى المرسل الخفي. ولعلنا إيه بنعرف الكلام ده منين؟ من كتب التاريخ والوفيات والمواليد، وكذلك أيضا بنعرفها بالكتب التي تبين دخول الرواة في أماكن معينة. زي إيه؟ مثل كتاب تاريخ بغداد للحافظ أبو بكر البغدادي، يبين فيه الحافظ البغدادي كل من دخل بغداد وحدث بها، أسماؤهم وبماذا حدثوا وتاريخ وفياتهم ومواليدهم. كذلك تاريخ دمشق الحافظ ابن عساكر يذكر فيها كل الرواة الذين دخلوا دمشق وحدثوا بها. وهناك كتب تاريخ كثيرة يبين فيها مصنفوها أسماء الرواة الذين دخلوا إلى هذه البلاد وحدثوا بها وبماذا حدثوا. فعن طريق هذه الكتب التي تبين تاريخ ولادة الرواة ووفياتهم وأماكن دخولهم وأماكن الأماكن التي دخلوها وحدثوا بها، نستطيع أن نعرف هل هذا الراوي التقى بهذا الشيخ أم لا. يبقى التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. يبقى الفرق بين التدليس والمرسل حتة إيه؟ جزئية اللقاء، هل هو التقى به ولا لا؟ التقى به يبقى ده تدليس، لم يلتق به يبقى ده مرسل خفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، أي في تعريف التدليس. يبقى المرسل الخفي نطلق عليه برضو تدليس. ده على ايه؟ على قول من ادخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي. لكن الحافظ هنا ابن حجر بيفرق بين التدليس والارسال الخفي بايه؟ بمجرد اللقاء، هل هو التقى به ام لا. ويقول الحافظ بيقول ان بعض العلماء دخلوا ايه في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي. فبيقول إذا هندخل المعاصرة في التدليس ولو بغير لقي يبقى هندخل المرسل الخفي أيضا. والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. الحافظ بقى بيدلل على صحة ما ذهب إليه، بيقول إيه؟ الدليل على إن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان المهدي وقيس بن حازم
عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. المخضرمين اللي هم مين؟ هؤلاء قوم أدركوا الجاهلية ثم أدركوا عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلموا، ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا في الجاهلية، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وأسلموا، ولكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا على يديه مع أنهم كانوا موجودين في عصره. فهؤلاء يسموا المخضرمين، كأبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم. قيس ابن أبي حازم ده روى عن العشرة المبشرين بالجنة إلا عبد الرحمن بن عوف، فإمام كبير. فهنعتبر بقى أهل العلم اعتبروا أن رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ليه؟ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا به. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين. ليه؟ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، كانوا في عصره، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا، وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نعرف هل التقوا به أم لا. لذا سمينا روايتهم تدليس ولا إرسال خفي؟ تدليس. إرسال خفي. اعتبرنا روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل الخفي لا من قبيل التدليس. واضح؟ وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية في كتابه الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، يعني الحافظ يدلل على صحة ما ذهب إليه بأن هذا الأقوال أو هذا مذهب الأئمة الكبار كالإمام الشافعي وأبو بكر البزار وغيرهم. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك. نعرف هل هو التقى ولا ما التقاش بشيخه ازاي؟ إما أن هو يقول فيصرح بأنه لم يلتقي بشيخه، أو بجزم إمام مطلع، إمام من الأئمة الكبار كالبخاري وابن المديني وأحمد وغيرهم. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. المزيد هو أن يروي الشيخ أو الراوي عن شيخه رواية ويزيد فيها هو أو أحد تلامذته راوي في الإسناد. فهل بمجرد هذه الزيادة نحكم أنه لم يلتقي بشيخه؟ لا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الراوي قد زيد خطأ. وهنا ذكر له مثال في الحاشية الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. الراوي عن الزهري زود عمر بن عبد العزيز
يعني هو أصل الرواية أن تكون الزهري عن الربيع، فالراوي عن الزهري زاد عمر بن عبد العزيز في السنة، فهو خطأ. فعلى هذا المثال هنا نحكم بأن الزهري لم يلقى الربيع مثلا. ليه؟ لأن في بينهم راوي عمر بن عبد العزيز، في حين أن هذا الراوي قد زاد خطأ، وهذا ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، لأن صنفوا في هذا الموضوع كتبا ومصنفات ذكروا فيها الأحاديث التي قد زاد فيها الرواة شيخا في ما بين التلميذ وشيخ. فبيقول الحافظ: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما حتى نحكم بأن أنه ليس هناك لقاء أو بعدم الملاقاة، لاحتمال أن يكون من المزيد اللي هو زيد خطأ. واضحة النقطة دي ولا مش مفهومة؟ ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. يعني لا نقول ولا نحكم بأن هذا الراوي قد دلس قولا واحدا في رواية معينة. ليه؟ لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، انه ربما يكون في هذه الرواية قد روى عن شيخه فعلا، وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيم وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وكلاهما للخطيب يذكر فيها الأمثلة التي مثل المثال الذي ذكرناه الزهري عن عمر بن عبد العزيز هذا. وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. هو كده أنهى الكلام عن الأقسام الثلاثة التي تبين السقط في الإسناد، وهيشرع بعد كده في الكلام عن الطعن في الرواة كيف يكون وكيف نعرفه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال؟ وقع بصيغة صريحة تجوز فيها. الصيغة الصريحة التي لا تجوز فيها والتي تسمى كذبا أن يقول حدثنا فلان. المثال اللي أنا ذكرته بتاع الحسن البصري عن ابن عباس، هو يقول حدثنا ابن عباس على منبر البصر، فهذا يحتمل ويحتمل، لكنه في هذه الحالة العلماء يدركوا أن الحسن البصري لا يقصد أن ابن عباس حدثه،
حدثه مباشرة أو أنه سمع منه مباشرة، فإن الصيغة إذا كان فيها تجوز كان يقول مثلا الحسن البصري يقول إيه، حدثني عبد الله بن عباس، حدثني أنا شخصيا، واضح؟ لكن الحسن البصري لم يقل هذا، قال حدثنا على منبر البصر، والناس فهموا من كلامه أنه يقصد أنه حدث أهل البصرة، الذي الحسن البصري يعتبر واحد منهم. لكن لما يأتي مدلس ويقول حدثنا فلان وهو لم يلتقي به ولم يسمع منه أصلا، واضح؟ فيبقى هنا الكلام هو ذا الذي يكون كذبا، واضح؟ حد عنده سؤال؟ ثاني الصحابي عائشة حديث من وحي القراء وهو قضية يعني الصحابي يقول أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع منه بل سمعه من صحابي آخر، فهذا يعد إرسالا لأنه أسقط الراوي، يعد من قبيل الإرسال. لكن هذا لغة، لكن هل هو بقى مردود ولا مش مردود؟ ليس مردودا. ليه؟ لأن الساقط هنا إيه؟ صحابي، واضح؟ طيب هل نصف الصحابي هنا بالتدليس؟ لا نصفه بالتدليس، تأدبا مع الصحابة رضي الله عنهم ولأنهم هدول. والوصف بالتدليس كأنه يعني فيه شيء أو فيه منقصة، كأنك تنتقص من هذا الراوي الذي دلس. حتى إن بعض العلماء كان يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، فهو لما يدلس كأنه كذب عليك وأوهمك أنه سمع من هذا الشيخ وهو لم يسمع منه. طيب يبقى إيه؟ إحنا لا نستطيع أن نصف الصحابة في هذه الحالة بالتدليس تأدبا مع الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الصحابي يقول قد سمعه من صحابي آخر والصحابة كلهم عدول، فلا مجال هنا أو لا احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، لا يوجد هذا الاحتمال. والتدليس إيه العيب فيه؟ إن إحنا مش متأكدين هل التقى بي ولا لم يلتقي، هل سمع منه أم لم يسمع. لكن في حالة الصحابي بالذات، لا، الصحابي إذا كان سمعه من صحابي آخر فالحديث صحيح، ولا نستطيع أن نصفه بالتدليس. لماذا؟
لأن التدليس يشعر بالنقص ويشعر بالكذب، وهذا الصحابة في منأى عنه، والصحابة كلهم عدول ولا نستطيع أن نصفهم بهذه الصفة. يعني بعض المحدثين يقولون التدليس أهل الكذب. كان بعض المحدثين أو العلماء يقولون التدليس أهل الكذب، واعتبر أن هذا شيء يعني مشيل أن يدلس الراوي. واضح؟ اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.